السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ساعات كل ما تريد معرفته عن ضوابط الصلاة ومواعيد البنوك والمحلات في رمضان. خليكم معانا وشوف الخبر، لما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. ساعات تفصلنا عن شهر رمضان الكريم. وصلت تساؤلات من المواطنين حول إجراءات الحكومة التي أعلنتها مؤخرا الخاصة بجائحة فيروس كورونا، حيث شهد رمضان العام الماضي 2020 حالة من الإغلاق التام ومنع إقامة الصلوات والشعائر الدينية وإلغاء التجمعات وموائد الرحمن، مع وضع مواعيد محددة لفتح وإغلاق المحال في السطور التالية. يستعرض مصراوي كل ما يتعلق بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارات المعنية بشأن إقامة الصلوات والشعائر الدينية والمواعيد الجديدة وتطبيقها قبل حلول شهر رمضان بساعات. صلاة التراويح وموائد الرحمن، أعلنت وزارة الأوقاف إقامة الصلوات الخمس بشكل طبيعي في المساجد خلال شهر رمضان، مع حظر إقامة صلوات التهجد والاعتكاف والدروس الدينية بالمساجد. وفيما يتعلق بصلوات التراويح، حددت الأوقاف ضوابط خاصة لإقامة صلاة التراويح، حيث شددت الأوقاف على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، كذلك التزام جموع المصلين بارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعي، كما أن مدة صلاة التراويح لن تتجاوز النصف ساعة، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقه بعد انتهاء الصلاة بعشر دقائق، مع استمرار عدم فتح دورات المياه والتشديد على اصطحاب المصليات الشخصية. وشددت الأوقاف على عدم إقامة موائد الرحمن داخل أي مسجد، كما لفتت الوزارة إلى أن هذا لا يعني منع أعمال البر داعية لتوزيع الوجبات على الناس من باب إطعام الطعام. وفيما يتعلق بأداء النساء صلاة التراويح، أوضحت الوزارة أن الصلاة تكون في المساجد التي بها أوعظات فقط، مع التشديد على عدم اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات. البنوك، أعلن البنك المركزي المصري مواعيد عمل البنوك في رمضان 2021، وتدخل مواعيد عمل البنوك في رمضان 2021 حيز التنفيذ اعتبارا من 14 إبريل الجاري. وقال البنك المركزي في بيان له أن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2021 ستكون للموظفين من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر. وأوضح البنك المركزي أن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2021 بالنسبة للجمهور ستكون من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الظهر. نفق الأزهر، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مد مواعيد العمل بنفق الأزهر خلال شهر رمضان، على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفق يوميا من الساعة 6 صباحا وحتى 2 بعد منتصف الليل. ونص القرار على إغلاق النفق في الاتجاهين اعتبارا من الساعة 2 صباحا حتى 6 صباحا لأعمال الصيانة والنظافة، ما عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع خلال شهر رمضان، حيث يتم فتح النفق في الاتجاهين دون توقف أو إغلاق إلا أثناء فترة الإفطار، حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة. كما قرر محافظ القاهرة غلق النفق يوميا قبل الإفطار بربع ساعة، ويتم فتحه بعد الإفطار بربع ساعة، لإعطاء فرصة لأفراد العاملين بغرف التحكم لتناول وجبة الإفطار. المواعيد الجديدة للمحلات، حددت وزارة التنمية المحلية مواعيد إغلاق المحال في رمضان 2021 وفقا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا. وتأتي مواعيد إغلاق المحلات في رمضان 2021، حيث تفتح المحلات التجارية والمولات من 7 صباحا وتغلق 11 مساء، مع مد مواعيد الفتح ساعة أيام الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة، ويتم الغلق في الساعة 12 منتصف الليل خلال فترة الصيف. ويستثنى من مواعيد غلق المحال في رمضان 2021 محل البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران،
ومراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحلات وبينها محل بيع الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. شفاكم الله وعافاكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.